العودة لعشر الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم في بداية يعني حوار ولقاء مطول مع اثنين من ضيوفنا الأعزاء. طبعا النهاردة يوم الحسم وبإذن الله كلنا يعني ثقة في لاعبتنا وفي الجهاز الفني إن شاء الله يقدر يعني هيقدروا يحافظوا على نتيجة ماتش الذهاب وإن شاء الله يحققوا لنا اللقب ال11 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ده الملف اللي هنفتحه ونتكلم في كل تفاصيله مع ضيوفنا النقاد الرياضيين الأستاذ عبد الحكيم أبو عالم والأستاذ رامي رجب. يا صباح الفل وأهلا بيكم معانا. صباح الخير. صباح الهنا وإن شاء الله هنقول صباح النصر بكرة بإذن الله. مباراة قوية طبعا وشوط تاني قوي جدا. يمكن ما أقدرش برضو أبدأ كلامي أقول إن إحنا حاسمين الموضوع، كنا نتمنى نقول إحنا حاسمين شوية الموضوع من الشوط الأول، لكن بنتكلم في 10 ألقاب مقابل 3 ألقاب. مش بس كده، أنت بتتكلم كمان لو أنت بلغة الأرقام حامل اللقب للموسم اللي فات. هل الكلام ده بيفرق ولا الموضوع ملوش علاقة وكل موسم مختلف تماما عن الموسم اللي قبليه؟ خلينا نبدأ من النقطة دي. خلينا نقول اكيد مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي. كنا نتمنى طبعا ان احنا يعني النادي الاهلي يفوز بهدفين، كانت تفرق كتير جدا. وبرده يعني كان في نظره كده يعني عدم تفاؤل شويه بعد الهدف الاخر الوداد. وغير كتير يعني الوداد كان مطالب ان هو لو انت لو فزتي هدفين كان مطالب بثلاث اهداف هناك، فكانت الامور هتبقى صعبه جدا. ولكن كلنا ثقه بلاعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي خبرات كبيره جدا، اتعودوا على مثل هذه الاجواء مش اول مره. في اخر من 2017 النادي الاهلي وصل 5 مرات للنهائي دوري ابطال افريقيا، حصل على البطوله 10 مرات، وصل للنهائي 15 مره في تاريخه. فده كله بانجازات بيحققها النادي الاهلي خلال الفترات الماضيه. لعيبه الاهلي عندها خبرات كبيره جدا. كولر مدرب كوف قدر يتعامل، بيقدر يتعامل في الماتشات الصعبه دي، وده شفناه في عدد كبير من المباريات. قدر يحصل على طلب بطولات مع النادي الاهلي رغم ان هو تولى المهمه منذ فتره بسيطه. فبالتالي دي كلها امور ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يتغلب. ولكن هنقسم المباراه لاجزاء. لابد من المحافظه على شباك الاهلي نظيفه في الربع ساعه الاولاني. اكيد هيبقى فيه هجوم كبير جدا من نادي الوداد على النادي الاهلي. عاوز يحرز هدف كمان. هتبقى البدايه قويه جدا جدا جدا، فيلعب ان هو يحرز هدف في النادي الاهلي في بدايه المباراه عفوا. فبالتالي هتبقى الامور صعبه جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي فريق كبير، فريق تعرض لضغوط قبل كده مثل هذه الضغوط. والجماهير ناس كتير بتشوف الجماهير في ضد صالح النادي الاهلي. لا، هي مش ضد النادي الاهلي. اللعيبه اللي موجوده عندنا 9 لعيبه موجوده دلوقتي، لعيبه منتخب، يمكن المنتخب اعلن عن 8 واضاف احمد عبد القادر. فده بياكد مدى قوه النادي الاهلي ان 9 لعيبه موجودين في النادي الاهلي في المنتخب، بياكد قوه النادي الاهلي. نقسم واتمنى من لعيبه النادي الاهلي ان هم يستغلوا انصاف الفرص. مهم جدا جدا الفرصه في المباراه الصعبه دي، ممكن ما تتعوضش. لو ربنا كرمنا واحرزنا هدف مبكر اعتقد هيصعب الامور جدا 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 على نادي الوداد. هيصعب الامور على الوداد ولا هيخلي الاهلي يريح شويه؟ لا لا خالص. مريح دي من وجهه نظرك؟ لا يعني لا لا، لو هيريح دي اللعيب اللي ما عندوش خبره يعني. لا ما فيش اطمئنان في المباراه دي، ما فيهاش اطمئنان. طبعا الخبرات الكبيره في الماتشات الصعبه دي غير متوقعه. صحيح. فبالتالي هيلعب من التركيز من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. واعتقد زي ما اقول لك كده، لو النادي الاهلي قدر يحرز هدف في بدايه الشوط الاولاني اعتقد ده هتصعب الامور جدا على نادي الوداد. اكيد حضرتك بقى في ضوء مباراه الذهاب والنتيجه 2-1 والهدف اللي دخل فينا واللي هنقول ان هو اضعف الايمان، اقل انعكاس ليه انه فرمل فرحتنا، ودي حاجه شفناها في رياكشنات حتى الجمهور في المدرجات مع انطلاق صافره نهايه المباراه. اخذا في الاعتبار نتيجه الماتش الاولاني او ماتش الذهاب، خايف من ايه في ماتش النهارده ومطمن لايه في ماتش النهارده؟ طيب قبل ما نتكلم بس مع حضرتك لازم نعترف بشيء مهم جدا. هو طبعا الجون زعلنا، ما فيش مشاكل يعني، بس طبعا. 100% بس انت بتلعب فريق الوداد. فريق الوداد ده فريق مصنف، يعني مش فريق مثلا وصل فاينل على حساب سان داونز، وصل فاينل زيك. فانت لو متوقع ان هو مش هيجيب في الجون تبقى انت لسه مش الكره الحديثه او تغيرات الكره في افريقيا ما وصلتكش. لازم تعرف ان انت بتلعب الوداد زي ما هو سجل هنا انت تقدر تسجل هناك. لازم تتعامل بهذا المنطق. صح. طبعا كلنا كنا عايزين الاهلي يكسب 3 و4، بس الماتشات النهائيه امبارح شفنا السيتي والانتر. الناس قبل الماتش كلها بتتكلم ان السيتي يكسب 3 و4 و5. السيتي كسب 1-0 بالعافيه. فالمعطيات اتغيرت في الكوره دلوقتي، بقت انت هو سجل هنا ليه انت ما تسجلش هناك. وفي حاجه مهمه جدا لازم نتكلم فيها، ان كيف تعامل اداره النادي، اداره الكوره والجهاز الفني مع المباراه دي. ازاي انت عرفت تصلح الاخطاء اللي حصلت معاك السنه اللي عدت وتحولها انك تجهز فريقك كويس ذهنيا وبدنيا ومعنويا وانت رايح الماتش ده.
بمعنى ان انت الماتش السنه اللي عدت رحت بدري، فكانت الضغوط النفسيه والمعنويه الجماهيريه اللي بيصدروها لك عشتها بدري، فتسرب لك حاله قلق وحاله عدم تركيز حتى من تحت الفندق اللي كانوا قاعدين فيه، عشان كده حتى غيروا المرات. وعشان كده انت عملت ايه بقى؟ رحت انت كلفت المهندس خالد مرتجع امين الصندوق السافر قبل الماتش بثلاث ايام. الفندق اللي كان الاهلي بينزل فيه ومعتاد ينزل فيه ده في اخر شارع الجيش الملكي، اخر الشارع ده استاد مركب محمد الخامس اللي هو بيتلعب، فالدنيا كلها حواليك، كل الضغط الجماهيري بيبقى حوالين انت، ما بتعرفش. رحت انت خدت اوتيل تاني يمكن جنب احد اكبر المراكز الامنيه هناك، فبالتالي توفر لك عامل الهدوء ده، جزء برضه من انت صلحت جزء من الاخطاء اللي انت وقعت فيها. كمان فكره ان الماتش الاولاني الاهلي تعرض لظلم تحكيمي، كابتن خطيب راح للفرقه قال لهم البطل، تاني يوم على طول تاني يوم الماتش راح قاعد مع الفرقه، البطل ما يحطش مبررات، البطل ما يفرقش معاه يتكلم في تحكيم. ليه انت كده بتوصل الصوره؟ لا الكره عندك، ما حدش يتكلم عن التحكيم. اه ظلمت بس ما هتكلمنيش عن التحكيم، البطل اللي عايز يكسب هيكسب باي شكل وباي حاجه، انت هم هنا جابوا جون، انت ممكن ليه ما تتعادلش هناك وليه ما تكسبش هناك في المغرب؟ فدي جزء مهم جدا تاني في تعامل الاداره. جزء ثالث بقى ان انت تروح قبل الماتش بيومين بس عشان تخفف الضغوط على لاعيبتك. انت امبارح جزء ناس كتيره بتتكلم في العصر الحديث فيها يا استاذ كريم، الناس دلوقتي ما بقتش بترخم عليك في شكل كامل. ترخم عليك ازاي؟ بتبعت لك مثلا امبارح وانت طالع من الاوتيل الفرقه، اللعيبه كل الجماهير جايه وسط اللعيبه ومش عارف تركب الاتوبيس، ده جزء من الرخامه اللي بتحصل اليومين دول. فانت لما رحت قعدت يومين بس وفرت حته الهدوء للاعيبتك. ده الموضوع. وانا اتمنى النهارده ان شاء الله ان لعيبه الاهلي، وانا عارف ان هم مركزين، الموضوع فيه فصل تام، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله الاهلي هيعمل نتيجه كويسه جدا، مش جوزتنا يسجل هدف باذن الله، ممكن نرجع بتعادل او باذن الله فوز. ماشي نتمنى ذلك. وهنرجع للنقطه بتاعه التحكيم، ان احنا كمان ذكرنا باملاك تسيما هذا الحكم الاثيوبي اللي البعض قال لك دي اخر مباراه ليه، لا دي مش اخر مباراه ليه، على كل حال اخر او مش اخر زي ما انا وكريم كنا بنقول احنا محتاجين يكون في تحكيم عادل، مش عايزين اكتر من كده. خلونا بس نطير للمغرب سريعا جدا، نروح نتابع اخر اخبار واستعدادات الاهلي وكواليس البعثه، ونطمن حضراتكم اكيد مع مراسلنا العزيز جدا كريم احمد، دلوقتي هو متواجد معانا. كريم بونجور، صباح الهنا عليك. وكالعادة يعني قبل كل مباراة للنادي الأهلي بنحب نعرف السادة كمان المشاهدين ونطمن جماهير النادي الأهلي عن الاستعدادات الفنية والبدنية والنفسية، دي نقطة عندك اليوم النهاردة المران وسير اليوم هيبقى عامل إزاي، لو في أي كواليس كمان حابب أن أنت تقولها لنا. استقبال بدر بنون عايزين كمان نقف عنده شوية، لأن كان مشهد يعني ناس كتيرة جدا تحدثت عنه أن هو أمر رائع، أو زي ما بتقال كده لمسة كانت جميلة جدا برضو منه. خلينا نطمن منك في العموم على كل حاجة يعني وجاهزية أكيد الفريق، تفضل يا كريم. بالتأكيد طبعا يعني كل التحية لك زميلتي العزيزة نهاوند، زميلي العزيز كريم، وأيضا كمان نقادنا رياضيين الكبار الأستاذ عبد الحكيم وعالم، وأيضا كمان الأستاذ رامي رجب. يعني بنتمنى كل التوفيق بمشيئة الله إن شاء الله لفرقتنا. يعني كل التحضيرات انتهت خلاص بالنسبة للتحضيرات الفنية، لعيبة النادي الأهلي الحقيقة في قمة تركيزها في قمة هدوءها، حضرت بشكل كبير جدا اللاعبين الكبار وجلساتهم الثنائية والفردية الجماعية، التجمعات دي كانت مهمة جدا لأن هي مرحلة مش محتاجة تحفيز لكن محتاجة تذكرة بشكل كبير جدا على جمهور النادي الاهلي اللي منتظر بمشيئه الله ان احنا نعود من هنا بالبطوله. كل الامور الحمد لله طيبه جدا من ساعه طبعا ما وصلنا هنا في الدار البيضاء، وجود الكابتن محمود الخطيب، الكابتن حسام غالي كالعاده رئيس البعثه، مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه اللي متواجد بقوته الكبيره جدا في رساله دعم ومسانده كبيره جدا واصله للاعبين، بالتاكيد هذه كل الامور. لو طبعا بنتكلم بشكل عام طبعا في البدايه يمكن بدر بنون عايز اكلمك عليه طبعا تحديدا، لان يمكن الناس هجمته بشكل كبير جدا هنا على زيارته الى معسكر فريق النادي الاهلي، او ايضا كمان التدريب اللي يمكن ظهر بشكل كبير فيه للتحيه للاعبين، ناس هجمته هنا بشكل كبير ورفضت الزياره. لكن انت عارفه جمهور الرجاء مختلف بشكل كبير جدا عن الوداد، اللي بيشجع الوداد بيتمنى خساره النادي الاهلي، والعكس صحيح، اللي بيشجع الرجاء بيتمنى التوفيق للنادي الاهلي. عشان كده بنقول الحقيقه كل الدعم لبدر بنون، واحد من الشخصيات المميزه محترم جدا. يعني هو على طول لما النادي الاهلي بيكون متواجد هنا، حتى لما النادي الاهلي كان متواجد وبيلعب الرجاء تواجد معاهم وحيا اللعيبه. يمكن قلنا تصريح مهم جدا امس واول امس، الكابتن محمود الخطيب الحقيقه جمعته جلسه مهمه جدا مع بدر وقال له مجرد ان انت تبطل كوره طبعا بعد عمر طويل النادي الاهلي يفتح لك ابوابه، ولو عايز تكون متواجد في النادي الاهلي هي دي الرساله الكبيره وهي دي قيمه النادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه بشكل كبير جدا في اللاعبين، في الجهاز الفني، في مستر كولر اللي عايز اقول لك بيحضر بشكل دقيق جدا، الراجل ما بيسيبش اي حاجه، تكليفاته المستمره الحقيقه لياسين المكاري للتحليل والوقوف على نقاط القوه والضعف
الهايلايتس المستمر الحقيقه من المحاضرات اللي بيتابع بيها بشكل كبير جدا كل الامور الخاصه بنادي الوداد. الاجواء الخاصه اللي خارج المستطيل الاخضر عايز اكد لك يا نهاوند طبعا ان لعيبه النادي الاهلي بوعيها الكبير جدا في فصل تام لهذا الامر. دي نقطه مهمه جدا ان انت تكوني يعني بتركزي فقط لغير في التدريبات في التعليمات في التكتيك في كل الامور دي. التدريب الاول الحقيقه كان قوي جدا زي ما قلنا قبل كده. التدريب الاول بيديكي مدى الانطباع لعيبه النادي الاهلي ومدى رغبه لعيب النادي الاهلي ومدى جاهزيتهم. حماس كان كبير جدا في التدريبات. ايضا كمان التدريب الامس والاخير لفريق النادي الاهلي على مركب محمد الخامس اللي طبعا كالعاده بيكون 15 دقيقه في البدايه مفتوحه لوسائل الاعلام ومن بعدها بيكون غلق تام للتدريب. الحقيقه مستر كولر امس في التدريبات يعني عمل كل شيء، حاول ان هو يوصل لعيب النادي الاهلي اهميه البدايه مهمه جدا ان انت تكون بدايتك مهمه، ان انت مفيش حاجه اسمها انت تحرز هدف وترجع تاني، لابد ان احنا لو ربنا كرمنا تحرز هدف واثنين وثلاثه، انصاف الفرص مهمه جدا. كل ده الحقيقه مستر كولر بياكد عليه في المحاضرات، بياكد عليه مع لعيب النادي الاهلي في كل خطوه في فندق الاقامه بعد الفطار بعد الغداء. الراجل بيحاول ان هو يديهم رساله دعم كبيره جدا. منتظرينه بمشيئه الله النهارده مستر كولر في من خارج الخطوط في 90 دقيقه. يا رب ان شاء الله تكون قيادته الفنيه اكثر من رائعه كالعاده. منتظرين لعبتنا النهارده يكون في الحماس والرغبه الكبيره جدا من البدايه. هيكون في بعض المضايقات شفناها قبل كده، هيكون في بعض الامور المعتاده من الجماهير المغربيه كالعاده. هم عندهم رؤيه، عندهم سيستم بيمشوا بيه، عندهم اساليب تشجيع كثيره جدا، لكن النادي الاهلي بقيمته الكبيره وبخبرته الكبيره ان شاء الله باذن الله يقدر يتخطى هذه الامور، ونقدر بمشيئه الله انا هوند كريم استاذ عبد الحكيم ابو علم الاستاذ رامي رجب نقدر بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله نعود من هنا بالبطوله ال11 بالشخصيه وبالروح المعتاده عن فريق النادي الاهلي وبالجديه الكبيره جدا اللي لمسناها في التدريبات. اتبقانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله. شكرا جدا يا كريم. كلمنا لو في اي غيابات برضو نطمن الجماهير عشان في تساؤلات عديده كانت بشان هذا الموضوع. ممكن السؤال تاني معلش السؤال تاني. لو في غيابات النهارده يا كريم، لو في غيابات في الفريق خلينا نعرف منك برضو. لا الحمد لله، يعني الحمد لله واحده من الاشياء المطمئنه جدا جدا من البدايه ان احنا بنطمن على حاله اللاعبين الطبيه، الكل جاهز الحمد لله. الشناوي ادى تدريبات اكثر من رائعه، لعيبه يمكن كمان في نقطه مهمه، اللعيبه بتحافظ على بعض ودي رساله مهمه جدا، الكل بيحاول ان هو يحافظ على بعض، لان احنا الحمد لله من فترات كبيره جدا السكواد اللي متواجد مع فريق النادي الاهلي في المباراه النهائيه الكل جاهز بكامل قوته والذهنيه والفنيه والبدنيه. عشان كده بقول لك ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ينقصنا ايضا كمان الرتوش الاخيره اللي مستر كولر يمكن بصم عليها في التدريب الاخير، تشكيل التكتيك سيناريوهات المباراه الامور هتكون ازاي. الراجل مقسم المباراه بشكل كبير جدا، الربع ساعه الاولانيه كلها شكل طريقه اللعب التشكيل. فعشان كده ال11 اللي متواجدين ان شاء الله باذن الله لابد يكون في تركيز كبير جدا في التعليمات، تنفذ التعليمات بكل دقه، اقفل زي ما بيقول كده اقفل ودنك خالص، ركز في المباراه ما تسمعش لاي شيء ان شاء الله باذن الله 90 دقيقه بكل قوه وبكل رجوله. ويا رب ان شاء الله باذن الله دعوات كل جمهورنا العظيم. وعايز اكد على جمهور النادي الاهلي الحقيقه اللي بيتوافد هنا طبعا على الدار البيضاء، بنشوف ناس بتيجي من انجلترا من ايطاليا من اسبانيا من المانيا، الكل عايز يساند النادي الاهلي. الناس حتى هذه اللحظه بتتوافد على فندق الاقامه عشان تحصل على التذاكر. فيا رب ان شاء الله يكون مشهد مميز جدا في مركب محمد الخامس بجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يوم 11 تكون البطوله ال11 في مقر النادي الاهلي. هي صدفه حلوه جدا بالمناسبه، وانا متفائله جدا بالرقم ده، يعني باذن الله خير. بنشكرك جدا يا كريم، لكن اكيد تغطيتنا هتكون ويعني كمان بالبرامج المختلفه على قناة النادي الأهلي أكيد هتكون معاك، عشان يعني زي ما بتقال كده توفي السادة المتابعين والجماهير يعني لحظة بلحظة إيه اللي بيحصل من كواليس وغيره واستعدادات لغاية وقت المباراة بإذن الله. كل التوفيق لكم، وسلم لنا يعني لو قدرت على كل الفريق وكل البعثة اللي عندك موفقين بإذن الله. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز كريم أحمد. أجواء مطمئنة إلى حد كبير الحمد لله، يعني إحنا بنتكلم كمان سكواد كامل، ما فيش إصابات، استعدادات كويسة، في راحة، في هدوء، اختيار لمقر الإقامة دلوقتي للبعثة أعتقد كمان اختيار موفق، فان شاء الله خير. الحمد لله 11 الحمد لله كريم طمنا. طبعا اهم حاجه اللي ما يكونش فيه اصابات، محتاجين النادي الاهلي محتاج كل اللعيبه اللي موجوده بالزبط. في اي وقت ممكن تحتاج اي لعيب حتى لو ما كانش بيشارك بشكل اساسي. مباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. اعتقد النادي الاهلي يمكن اللي زعل الجماهير هنا اللي احنا كنا يعني عملنا شراسه هجوميه، قدمنا كره حلوه في مباراه الذهاب واضعنا اكتر من فرصه. عندك حلول فرديه كتير في النادي الاهلي، عندك بيرسيتاوي يقدر، عندك حسين الشحات يقدر، عندك محمود كهربا. النادي الاهلي على في مشواره الافريقي في هذا الموسم احرز 26 هدف، 6 اهداف لكهربا، 5 لحسين الشحات لبيرسيتاوي و4 لحسين الشحات. فده مؤشر كبير اللي انت تقدر في اي وقت تحرز اهداف.
عندنا شراسه هجوميه بشكل كبير جدا. كولر له دور كبير جدا، اللعيبه الخبرات لها دور كبير جدا، كولر يعني يأهل اللعيبه دي نفسيا. المباراه هتبقى عليها ضغط جماهيري كبير جدا، ولكن خبرات لعيبه النادي الاهلي تقدر الجماهير دي تبقى في صالحها مش ضدها. صحيح يعني الضغوط دي يعني طبعا يعني الضغوط لو انت ممكن تبقى لعيب كويس جدا بس الضغوط تبقى عليك جامده جدا من الجماهير ما تقدمش بالمستوى، ولكن خبرات لعيبه النادي الاهلي سواء خبرات دوليه او خبرات مع على مشوارها مع النادي الاهلي في المشوار الافريقي او الماتشات الصعبه، وده ظهر في السوبر وظهر في كاس مصر وظهر في عده مباريات، وظهر كولر بيقدر يتعامل مع الماتشات دي. النقطة اللي متخوف منها زي ما قال كورة في المؤتمر الصحفي، التحكيم، التحكيم ما بيبقى عليه علامات استفهام كبيرة جدا، والحكام الأفارقة بيتأثروا بالجماهير بشكل طبيعي، فبالتالي ممكن وارد جدا إن تبقى قراراته عكسية. طب دي جملة والنبي، يعني في حاجة اسمها كده الحكام الأفارقة بيتأثروا؟ طب ما ده يأكد إن هو يعني ما فيش احترافية في المستوى. ما دي في علامات استفهام على التحكيم الأفارقة. أيوة احنا بقالنا سنين طويلة قوي عايشين في وسط علامة الاستفهام دي، وعمر ما كان في أي رد مقنع في هذا الإطار. بالظبط. يعني ليه؟ يعني حتى ده مش من مصلحة الحكام نفسهم، ما بنرجعش بعد كده نندهش من عدم وجود حكام شرق أوسطيين أو أفارقة في مباريات كأس العالم مثلا، موضوعها النهاية يعني نتيجة منطقية جدا. ما ده بيأثر على التحكيم الأفريقي، دايما الاتحاد الأفريقي مشاكله في حتة التحكيم دي بيبقى عليها مسارات جدل كبير جدا جدا في ماتشات سهلة جدا، يعني ماتش أيوة أنا قصدي أقول لك هنقضيها جدل بقى اللي فاضل من عمرنا. الاتحاد الأفريقي يعني مفيش حد هيضرب كرسي في الكولومب في الملف ده ينتج عنه إن احنا نتفرج على تحكيم منطقي مش حتى عادل. اتحسننا كده، هم بدا يظهروا وبيدوا حتى فرص للتحكيم لوجوه جديده. بس هو اختيار سيمبا ده عليه علامه استفهام. ايه بقى صحيح يا مسيو؟ يعني مثلا حضرتك سيمبا ده ليه وقعه مع فوزي لقجع ضربه، فانت جايبه في الماتش كانه بتقول له يلا يا عم يعني خلص الموضوع، فيها كلام اعتدى عليه بالايد فعلا، يعني ضربه بالقلم، ده كان وقعه شهيره ومعروفه. انا هنا بس اللي انا عايز اتكلم فيه، وانا كنت اتكلمت معاكم مره قبل كده هنا في الموضوع ده، الاستاذ هاني بوريدا فوزي لقجع تدخل بشكل غير مباشر وغير معلن في ان انت ما تجيبش حكم جزائري للمباراه دي، اللي هو كلنا عارفين مصطفى غربان، رغم ان الراجل ده حيادي ومعروف كبير. طيب على فكره انا مش عايزين، يعني انا عن نفسي ما بحبش اروح في سكه التحكيم قوي، خصوصا قبل ماتش زي مهم، عشان ما تبقاش في حجه للعيبه خالص، بس احنا بنتكلم بالمنطق، بنتكلم العداله بس تبقى فيها. احنا بنتكلم على اخطاء كارثيه بشكل فج، فما ينفعش. سيمبا معروف يا استاذ كريم، معروف زي ما قال الزرامي، بيتاثر بالبلد المضيف بالجماهير، يعني قراراته تملي بتلاقيها مثلا راح ناحيه عنده خوف شويه من الجمهور، واختياره عليه علامه استفهام خصوصا وقعته مع فوزي لقجع. الكاف طول لجنه التحكيم في الكاف طول مجريات البطوله بتجيب حكام شباب، كان في تطور نسبيا، لكن اختيار الحكم ده تحديدا للفاينل والاياب الفاينل زي يعني علامه استفهام، انت مش فاهم، انت عملت طبخه حلوه جدا وجيت في الاخر رحت جايب ملح حطيت ملح عليها، وليه وقائع كتيره تحط عليها علامه استفهام. صحيح. فانا مندهش بصراحه، انت عملت شغل كويس، قدمت حكام شباب في طوال البطوله ومبشرين على فكره، رحت جيت في النهايه لا، طب ما تجيب حد مصنف، حد كويس جدا، تمام، تبعد انت مثلا ممكن جاني انفانتينو كان امبارح في الفاينل بتاع دوري ابطال اوروبا ممكن تلاقيه موجود النهارده هو ورئيس الكاف، فانت ليه بتقدم الصوره عن دور عن اهم مسابقه قاريه في مستوى الانديه بالشكل ده؟ لكن في جميع الاحوال انا مش من انصار نروح للتحكيم حتى بعد ماتش الذهاب، يعني انا ما كنت بتكلم بقول اني في اخطاء، بس مش عايزين نصدر الصوره دي للعيبه بتاعتنا، عايزين تملي نبقى زي ما الكابتن خطيب قال لهم ان خلينا في صوره البطل ما يهموش تحكيم. وفي الاول وفي الاخر دلوقتي الامور اتغيرت، الحكم دول افريقيا او دول العالم كلها بتشوف ماتش زي ده، وكل الناس بتتابع وبتشوف الاخطاء. لما السنه اللي قعدت حصل ظلم، الكاف نفسه بعد ثلاث مواسم ثلاث نسخ اتلعب دور الابطال الفاينل من مباراه واحده، لما شاف الظلم اللي انت صدرته والرد فعل العالمي على النادي الاهلي تعرض لظلم، غير رجع للنسخه القديمه اللي هي ذهاب وعوده. فانت هو ما عندوش استعداد انه حتى لو في علامه استفهام، خلينا نشوف النهارده وان شاء الله باذن الله يكون موفق، نتمنى يعني. شيء عجيب يعني، على فكره الملف ده مش الملف الوحيد اللي عليه علامات استفهام، يعني كل الكلام اللي طبعا يعني قاله لنا زميلنا العزيز كريم احمد كلام جميل ومطمئن، في وسط الكلام مش عارف حضراتكم خدتوا بالكم من اللقطه دي ولا لا، انه كان بيتكلم ان جماهير الرجاء بتتمنى التوفيق للنادي الاهلي على حساب الوداد، ولو كان الوضع معكوس كان هيبقى برضه الوضع. صحيح. هو انا ما بفهمش فكره ان انا يبقى لمجرد ان انا بنتمي لفريق تاني او بشجع فريق تاني، تمام، بس الفريق اللي انا مش بشجعه بيمثل بلدي،
في البطوله هي الاكبر والاهم على مستوى القاره. يا سيدي ما تشجعوش بس ما تبقاش بتحمل من الضغينه هذا يعني الشكل بالمشهد اللي شفناه يعني لو كمان لو خدنا في الاعتبار اللقطه اللي شفناها عند مطار كازابلانكا المشجع المصري اللي جاي من المانيا بيقول انا جاي من المانيا وشكله يعني المانيا ولا حاجه وشكله عادي ما بفهمهاش انا الحاجات دي اقول لك على حاجه اللي عجبني بقى يعني كل لقطه كده لازم هتطلع بحاجه اللي خدها كابتن طبعا بس بنظره وابتسامه بس خد هو منه اللقطه بقى. لا واللي حلو ان انت لقيت جماهير الانديه المنافسه هي اللي بتنتقد هذا الفعل وده كان حاجه محترمه ده اكد لك ان بجد الموضوع بقى فيه وعي وبقى فيه رقي كتير جدا في كيفيه التعامل يعني انت ما ردتش جماهيرك ما طلعتش ترد على قد ما الناس انتقدت ايه اللي بيحصل ده بكتابة حتى في اللقطه بس هو الموضوع تعبك قوي كده يعني عدى الامور بسلاسه في بيبقى تعصب اعلى يا استاذ كريم دايما انت بتحب نادي بتكره الخير للنادي المنافس بتكرهه بشكل غير طبيعي وده التعصب اللي بيخلق يعني مشاكل كتيره جدا في الكره المصريه او في انا مش عارف ليه شابب في الحكايه دي ريحه مغزى شخصي وعايز يحققه يعني ترند ما مش حكايه ممكن على يعني هل احنا شفنا نفس الشخص مثلا بيوازر فريقه في اي بطولات تانية كان فيها راح بعلم كده مثلا هو الاولى بانه يسافر ويتكبد عناء وشقاء ما هو ما بيوصلش طيب هيأذروا فين ما هو بيطلع من دور المجموعات هيأذروا فين طيب يعني احنا حضرتك بتتكلم في احلام طب هيأذروا فين طب ما بيطلعش شوف استاذ عبد الحكيم بقى قاعد يعني ساكت ساكت وبعدين يطلع بحاجه لا 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 ده انا بس هقول لحضرتك على حاجه بس بعد ما الاستاذ رامي يخلص هقول لحضرتك على حاجه ملاحظه استكمال اللي انت بتقوله بس بعد ما الاستاذ رامي لا هي اهم حاجه بقى النادي الاهلي يرد على الحاجات دي كلها على الارض احنا بنرد على الارض بس دي حقيقه ده اهم حاجه افضل رد بالنسبه للوقائع دي اللي انت ترد في الملعب وانت قادر اللي انت ترد في الملعب بس ان شاء الله والنادي الاهلي انا متاكد باذن الله هيحرز اهداف هناك وهيحقق نتائج ايجابيه ان شاء الله باذن الله. بص حضرتك المؤتمر الصحفي بتاع امبارح بتاع كولر ومحمد الشناوي عشان تعرف انا عن نفسي واحد من الناس اللي بتابع الاعلام المغربي كويس جدا لان هم عندهم اعلام محترم صحافه بشكل عام محترم خلينا نخصص الموضوع صحافه وجزء منها اعلام محترم. المؤتمر الصحفي امبارح حتى الصحفيين المحسوبين على الرجاء جايين المؤتمر بيصدروا لك انت المشاكل يعني الاسئله مهنيه جدا بس اسئله موجهه تحاول تطلع منك مشكله كان عندك لاعب غلط غلطه في الماتش اللي عدى فلو كولر مدرب مش متزن هيطلع يقول له ده احنا عاقبناه لا قال له لا والله حضرتك لو انت عايز تشوف اقول لك الاخطاء اللي كانت في فرقتك اقولها لك لما قال له عن التحكيم برضه عايزك تطلع جمله عشان تصدرها للحكم حتى ردود الشناوي كمان في هذا الاطار كانت متزنه جدا ومتوازنه وكمان اداره الاعلام في النادي لما طلعت جري يعني اللقطه كانت موجوده في المؤتمر وقالت بالنص كده للراجل احنا ما قدمناش اي شكوى ضد التحكيم عشان التصريحات دي هتتاخد وتتبادل تصدر لك مشاكل بص هناك بقى التوحد الاعلامي حوالين فريقك مش احنا عندنا هنا ايه بقى انتوا قلقانين ليه من الوداد المشجع ايه المشكله طب احنا مع الوداد على فكره يعني انا مش قصدي والله اقول حاجه بس الرجاء حتى هم مش هيشجعوا الوداد مش هتلاقي المجاهره بالكلام ده الكلام ده مش هتلاقيه هناك على فكره انا عارف الناس هناك كويس جدا حتى الصحفيين المحسوبين على الرجاء كانوا عارفين ان الوداد بيمثل بلدهم في البطوله دي ممكن ما يحبوش ما يشجعوش علنا بالظبط لكن ما يجاهرش انتقد كده ما يجاهرش بانه ضده ما يجاهرش بانه مع النادي الاهلي بالظبط زي مش زي اللي بيحصل عندنا تلاقي كافيه مثلا شغال لك ونتمنى مش عارف مين الكلام ده على فكره ظهر عندنا من 7 8 سنين بس ظهر عندنا احنا من معقول عندنا كافيهات بتعمل كده لا والله ده بجد طب احنا نروح فاصل وتقول لي اسم الكافيه عشان ما اروحش فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم اهلا بكل حضراتكم من جديد رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع ضيوفنا الاعزاء اللي منورينا ومشرفينا في حلقتنا النهارده الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم والاستاذ رامي رجب النقاد الرياضيين اللي بنفصص معاهم كل تفصيله متعلقه بلقائي الذهاب والاياب النهارده باذن الرحمن في نهائي دوري ابطال افريقيا احنا الحقيقه في النادي الاهلي عندنا يعني خط هجوم لافت للانظار ولو هنتكلم عن يعني انعكاسات قوه خط الهجوم افريقيا
خط الهجوم بتاع النادي الاهلي افريقيا، لو وقفنا عند كهربا، لو وقفنا عند بيرسي تاو، عند حسين الشحات، هنلاقي ان كل واحد فيهم بسم الله ما شاء الله ليه باع طويل في التهديف الافريقي. الى اي درجه التفصيله دي ممكن تكون مطمئنه بالنسبه لنا كاهلاوي؟ الشراسه الهجوميه مهمه لاي فريق قوي دايما بيحصد البطولات. النادي الاهلي من ضمن العوامل او من ضمن المراكز المهمه في النادي الاهلي اللي خلت النادي الاهلي في هذا المستوى، كان متصدر الدوري لحد ما بيراميدز يمكن تصدر الجدول في الفتره الاخيره، بيقدم مستويات رائعه في بطوله دوري ابطال افريقيا، حصل على كاس مصر. الجزء الهجومي اعتقد حسين الشحات مع كولر وبيرسي تاو مع كولر تغير ادائهم، يمكن الناس انتقدتهم بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، ولكن دي قدره مدير فني اللي يقدر يعرف ان اللعيب ده عنده امكانياته، محتاج مزيد من الوقت، محتاج بعض الامور الفنيه ويقدر يظهر مستواه. شوف حسين الشحات في حته تانية دلوقتي، الناس كلها بتشيد بادائه. بيرسي تاو مقدم مستويات رائعه، محمود كهربا يمكن بعد فتره غياب طويله جدا قدر مع اول ماتشاته مع النادي الاهلي انه يحرز اهداف سواء في محليا أو افريقيا. عندك زي ما قلت لك كده 15 هدف، الثلاث لعيبه دولت محرزين مع النادي الاهلي 15 هدف، سته زي ما قلت لحضرتك لمحمود كهربا افريقيا، وخمسه لبيرسي تاو، واربعه لحسين الشحات. فده بياكد قوه النادي الاهلي ان هو في اي وقت يقدر يهز شباك اي فريق، وده مهم جدا جدا لاي فريق كبير يعني هدفه البطولات. النادي الاهلي الفترات الاخيره يمكن دفاعيا بيقدم مستويات رائعه، برضو محمد الشناوي بيقدم مستويات رائعه، حتى ما لعبنا مصطفى شوبير اللي انا برضو بستغل الفرصه وبشيد بيه رغم الضغوط الكبيره جدا، وحارس ما عندوش خبرات كبيره ولا عنده خبرات وماتشات كبيره، وقدم مستوى رائع وظهر بشكل رائع في مباراه الذهاب امام الوداد، وكانت ناس كتير بتشكك ولكن قدر يقدم، وده اللي بيتعلمه النادي الاهلي. اللعيب نشا في النادي الاهلي قدر يشوف الكبار الخبرات، ودي بيبقى ليهم دور كبير جدا. فالنادي الاهلي عنده خط هجومي كبير جدا، ومحمد شريف طبعا ما ننساهوش، عنده يقدر يهز شباك الوداد المغربي، وده اللي انا مطمنه ان لما شفت مباراه الذهاب وماتشات الاهلي الفتره الاخيره النادي الاهلي بيوصل كتير قوي، بيضيع ولكن بيوصل. فمع الوصول ده ومع التركيز واستغلال انصاف الفرص، اعتقد النادي الاهلي واعتقد ان هم يعني خط دفاع او المدير الفني للوداد المغربي هيبقى هيحاول يقفل على الثلاث لعيبه دولت المهمين في النادي الاهلي. الخط الهجوم مهم جدا، اتكلم امبارح حتى المدير الفني قال النادي الاهلي عنده خط هجوم قوي جدا، عنده اطراف بتلعب بشكل كويس جدا بتمثل خطوره بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي اهم حاجه في هذه المباراه زي ما قلت لك كده ان احنا ما يخشش فينا هدف، ولو ربنا كرمنا باحرازها واستغلنا الفرصه اعتقد النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله باذنك انت يا رب يقدر يحقق نتيجه ايجابيه هناك ان شاء الله، ويقدر يفوز او نخرج بمباراه بالتعادل حتى لو التعادل 1-1، وده يأهلنا ان شاء الله ان احنا النادي الاهلي يحصل على البطوله الحضاريه ان شاء الله. استاذ عبد الحكيم، لو كنا بصينا شويه بلغه الارقام على فريق الوداد، بتتكلم في 92 2017 2022، يعني بمعنى اصح حتى وان كان العدد ما هياش كبير كومبيرنج او مقارنه بالنادي الاهلي، لكن برضو في عندهم فترات كده تراجع وبعد كده صحوه، تراجع وصحوه من 2017 ل 22 مش فارق كبير، لكن رجعوا قدروا ان هم يحققوا اللقب مره كمان. ف بلغه الارقام كده انت بتشوف الوداد التذبذب ده راجع لايه، وهل ده مطمئن ولا ده ممكن بالعكس يديني كده اشاره بلغه الارقام تاني ان الموضوع بالعكس بعيد جدا ان هم يحققوا هذا اللقب مره اخرى؟ انا بتكلم بتاريخ او بارقامهم. انا متفق مع حضرتك جدا ان الوداد كوجه منافس في البطولات تغير من 2017، يعني خلينا نبقى معترفين حتى من قبل نهضه المغرب اللي هي مؤخرا اخر ثلاث سنين وسيطرتهم على الكوره في كل المنتخبات بما فيها النسائيه بالمناسبه، يعني مسيطرين في كل حاجه على مستوى حتى القيادات اللي بتدير القاره، يعني فوزي رقجع ده نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، فهم مسيطرين حتى على الفرق سواء الوداد، نهضه بركان، الجيش الملكي، دي الثلاث فرق مسيطرين على افريقيا، او خلينا نتكلم في دوري الابطال هم منافسين مع الاهلي. الوداد من 2017 و19 كان وصل سيمي فاينل، 20 وصل سيمي فاينل، و22 كان نهائي معاك، و17 كان نهائي، فهو في تطور في المستوى اللي عنده. بس لغه الارقام دي كلها لحد الساعه 10 الا دقيقه، الساعه 10 خلاص شكرا. الملعب، التركيز، الاجتهاد، توفيق ربنا، ده كل ده في الملعب هو اللي هيأثر في المباراه. لكن الوداد بات يعني زي ما بيقولوا كده في 3 4 فرق في افريقيا دلوقتي تلاقيهم تملي، يعني ما بيطلعوش منهم المربع الذهبي،
سان داونز، مازيمبي، الترجي، الاهلي، الوداد، تلاقي تملي اخر نسخ اربعه من الخمسه دول بقى خلاص ستين. يمكن الترجي ابتدى يطلع من دور الثمانيه شويه، لكن الوداد كفريق عنده غيابات ثلاثة اربع لاعبين بس، فريق قوي جدا. وكمان الدعم يا استاذ كريم اللي بياخده وليد الركراكي مدير فني المنتخب المغرب، عزم اللعيبه على العشاء وراح قضى معاهم يوم. فوزي الاقدع راح موجود معاهم، داخلين معسكر من 3 4 ايام. كل ده بيدي ثقه وبيدي دعم. لما تلاقي واحد من مراكز القوه اللي بتدير الكوره في افريقيا جاي لك وقاعد معاك نص يوم كامل بيدعمك، والمكافئات سخيه جدا. لكن احنا اللي نتمنى واحنا عندنا ثقه جامده جدا، استكمالا لكلام الاستاذ رامي، لما تبقى اللعيبه اللي عندك في الخط الهجومي متوفره وعندها، انت بيدي المدرب جزئيه ان عنده اريحيه في ان يعرف يغير العناصر. اتحداك النهارده وكل المواقع بتعمل حاجه اسمها التشكيل المحتمل او التشكيل الاقرب، مش هتلاقي تشكيل واحد متفق عليه. هتلاقي الثلاثه الديفندر والاربعه اللي ورا في الاهلي هم اللي ثابتين، لكن الثلاثه اللي قدام هتلاقي واحد يقول لك الشحات وتو كهربا، الشحات وتو شريف، عمرو السليه بدفندر الرابع ومعاه كذا وكذا، مش هتعرف توصل. وده اكبر دليل على ايه؟ على ان كولر نجح انه يوصل ان الخمسه سته اللي عندك في الحته اللي قدام بقى كلهم مستوى واحد، وبيوجد الروتيشن الحقيقه على كل الاصعده. ما هو الروتيشن ده وصلك ان انت دلوقتي عندك الخمسه سته اللي قدام اللي انت بتلعب منهم ثلاثه كلهم مستوى واحد. صح صح. فده بيديك اريحيه في التعامل، ان انت اي ثلاثه هتدفع بيهم النهارده ان شاء الله باذن الله هيكون لهم دور، واستكمال لكلام الزرامي ان شاء الله باذن الله نخطف جون، لو جون ان شاء الله باذن الله. يعني توقعات حضراتكم للطريقه اللي هيلعب بيها الوداد ماتش النهارده، هل هتبقى مثلا فيها توازن ما بين الدفاع والهجوم، ولا من زاويه ان هم داخلين المباراه وهم يعني وضعهم جريح نسبيا من منطلق ان هم خسروا 2-1 في ماتش الذهاب، فده ممكن يشكل عليهم ضغط يستدعي ان هم يهاجموا من اول دقيقه؟ توقعات حضراتكم ايه في لا انا اتوقع ان هيبداوا من اول دقيقه هجوم على النادي الاهلي. صحيح. التعادل مش في صالحهم، فبالتالي كل تفكيرهم ان هم يهزوا شباك النادي الاهلي. فاعتقد ودي فرصه للنادي الاهلي ان الفريق اللي قدامك هيلعب بخط هجومي فيفتح خطوطه، انت مفتوحة. تقدر النادي الاهلي يحرز اهداف، فبالتالي يعني لا قدر الله لو احرز فيك هدف هيبدا بقى هيبقى في توازن ما بين الدفاع والهجوم، ولكن خطته او تفكير المدير الفني او لعيبه الوداد ان هي تهز شباك النادي الاهلي في اول ربع ساعه بالنسبه له هتفرق كتير جدا. في المقابل برضو اعتقد كولر هيبقى متزن شويه دفاعيا، عارف ان الهجوم خاصه في اول نص ساعه واول ربع ساعه هيبقى فيه هجوم شرس من جانب الوداد. التعادل زي ما اقول لك كده مش ما تيجي نفترض كده، يعني تعالى نقول لا سمح الله اهتزت شباك النادي الاهلي في الدقائق اللي يعني ايه قول في الربع ساعه الاولانيه، ايه التصرف الامثل في الحاله دي في ضوء هي المشكله مع فرق شمال افريقيا ان هي ممكن لا قدر قدر يعني يحرز الهدف اللي هو عاوزه، بعد كده بقى بتلاقي لعيب بيموت المباراه، بيبقى فيه مشاكل كتير جدا، فبتعرض نفسك لمشاكل كبيره جدا. فكولر ولاعيبه النادي الاهلي عندهم خبرات كبيره جدا في الحاجات دي، فعشان يعني تقضي على الموضوع ده اللي انت ما يحرزش فيك هدف، حتى لو ما حرزتش هدف تحافظ على شباكك، ما يدخلش في شباكك تمام. ولكن هو من البدايه هيلعب على الهدف ده، هيلعب على الهدف ان هو يحرز هدف، وبعد كده بقى يموت المباراه، لعيبه تقع كتير، يحصل لك مشاكل، يخبطوا في لعيبه النادي الاهلي بشكل غير مباشر، يحاولوا يستفزوا لعيبه النادي الاهلي، فدي امور هتحصل لو هزت شباكك في اول او ربع ساعه او اول نص ساعه، ولكن انت قدرت تحافظ اعتقد الامور هتختلف بالنسبه له، هيبقى تركيزه الاهم انه يحرز هدف مبكر في النادي الاهلي. وكولر عنده خبرات كبيره جدا يقدر يتعامل مع هذه المباراه، واعتقد النادي الاهلي ممكن يستغل الشراسه الهجوميه او التقدم الهجومي بتاعهم اللي احنا نقدر نحذر هدف، ومطالبين جدا زي ما اقول لك كده الخط الهجومي يبقى مركز في انصاف الفرص الكريم. في فرص ممكن ما تجيلكش مره في يعني الهدف طبعا. اللي هيجي لك او الفرصه المحققه اللي هتجي لك لابد للخط الهجومي اي لاعب هيبقى يعني هيجي له فرصه مؤكده او شبه مؤكده حتى لابد ان يستغلها. فرق كبير قوي اللي انت تبدا وانت حارس محرز هدف او متقدم غير لا قدر الله متعادل حتى او خسران بهدف، هتفرق كتير جدا بالنسبه للاعيبه النادي. طيب مسيو عبد الحكيم برضو هرجع للغه الارقام شويه، علشان في حاجات حتى الارقام فيها ما بتبقاش زي ما بتقال كده انعكاس لحاجه، يعني لا تطمن ولا تقلق. لو هنتكلم مقارنه هنا 10 ل 3 بارقام البطولات او تاريخ البطولات، قيمه التسويقيه بالمناسبه احنا داخلين على 30 تقريبا مليون يورو، هم على 20 19 وشويه 20 مليون يورو، فارق كبير جدا في القيمه التسويقيه في تاريخ البطوله،
في نفس الوقت برضو انت عندك الاياب مثلا او المباراه اللي هي كانت ماتش واحد النهائي السنه او الموسم اللي فات، انت خسرت 2-0 على ارضهم، رغم ان كانت بلغه الارقام الموضوع مش كده خالص، ده انت الكف عندك ارجح بكتير، لكن ما حصلش. فانا عايز افهم المعادله دي، المعادله دي صعبه ولا المعادله منطقيه جدا ان ما فيش حاجه متوقعه في كره القدم؟ يعني خلينا نعرف. حلو قوي الكلام ده. الماتش بتاع السنه اللي عدت يا استاذ هاون ما ينفعش يبقى مقياس باي شكل من الاشكال، لان الظروف بتاعته مش هتتنسي بالنسبه لاي حد، المنصف والعادل صحيح. مش هتتنسي بالنسبه له ان انت اتحطيت في منطقه ان انت تلعب ماتش واحد فقط لا غير، ويتلعب فين؟ ارض الخصم، في ارض المنافس. انا كنت ممكن اتقبلها لو من اول السنه انت قلت لي ان انت هتلعب في المكان الفلاني، اتقبلها ما عنديش مشكله. ليه؟ انا رايح للسيمي فاينل، هبقى مجهز لعيبتي ومجهز فرقتي ان انا خلاص انا لو كسبت هلعب هناك. فجزئيه ان البطوله بتاعت السنه اللي عدت تاثر، ده الجزء اللي هم الوداد عايز يصدره لي، عايز يبين لك ان انا حظ عالي عليك، يدخل عليك معنويا ونفسيا اعلى منك. لكن النادي الاهلي عنده الخبرات اللي هتواجهك، والكلام ده الشناوي رد عليه امبارح وقال ان احنا كسبانين 10 القاب دوري ابطال، ما ينفعش تيجي تقول لي ان انا خسرت منك بطوله يبقى انا كده خلاص. صحيح. الجزء الثاني جزئيه ان مثلا فرقه الوداد تدخل المباراه عاليه عليك بالارقام، دي انا ما اعتقدش. الماتش من اول دقيقه لحد اخر دقيقه هو الفيصل في الموضوع، وانا شايف يمكن عكس الاستاذ رامي ان الوداد مش هيدخل مهاجم بصوره كامله، لسبب هو هيقلق برضه يدخل فيه جون، لو دخل فيه جون هتبقى الدنيا صعبه جدا بالنسبه له. هيعتمد على المرتده مثلا؟ لا، انا شايف ان هو هيبدا محافظ دفاعين شويه وهيهاجم، يستغل الضغط الجماهيري اول 10 دقائق يخوفك، يحاول يخطف، وبعد كده الماتش هيبقى فيه هدوء، لان هو لو دخل فيه جون ما هو الثاني برضه عنده حسبته، لو دخل فيه جون هو هيبقى مطالب ان يجيب 3 اهداف. صحيح. وهتبقى دي مشكله بالنسبه له. فانا وجهه نظري ان هم هيضغطوا اول 10 دقائق او اول يعني ضغط جامد، استغل الشحن الجماهيري، وبعدين هيرجع يلعب معاك بتحفظ، بيحاول يخطف معاك جون من الكرات العرضيه اللي هم بيتميزوا بيها جدا، الحاجات اللي هم بتتلعب بينات مميزين فيها جدا، لكن مش هيبقى الضغط اللي الناس متخيله، ضغط جماهيري بس في المدرجات طبعا، لان هم عندهم بس ده مش هين، ده في حد ذاته انا بقول لحضرتك مش شويه جماهيريا. طبعا جماهيريا يعني اخواتنا وحبايبنا في المغرب في التشجيع. لا 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 يعني انا حضرت ماتشات هناك بصراحه هم صعبين جدا أكيد. جدا جدا فوق ما تتخيل. انا عايز اسال حضراتكم سؤال ملوش علاقه قوي بماتش النهارده بصفه خاصه، قد ما ليه علاقه بظاهره لافته للانظار اعتقد كلنا خدنا بالنا منها اخر كام سنه بشكل بصفه خاصه. يعني هو ليه دايما النادي الاهلي، والكلام ده بقى عدينا من مرحله المحليه الى حتى الافريقيه، بقى دايما عرضه للمؤامرات وعرضه للعراقيل وعرضه وتلاقي افلام بتتعمل عشان يبقى في اي رزالات على لعيبه النادي الاهلي، حتى في الاقامه، حتى في الناس اللي بيبقوا موجودين تحت فندق الاقامه والتشجيع ده. ليه ده بيحصل مع النادي الاهلي محليا؟ مفهوم نفسيا. انا بس ارجع اقول لك ان هوانا محليا هنقول مفهوم، لكن على الصعيد الافريقي ليه ده بيحصل؟ ليه بنوصل لمرحله الاحساس بان في نظريه مؤامره ضد النادي الاهلي من قبل القائمين على الاتحاد الافريقي شخصيا؟ ليه احنا محطوطين في الحته دي؟ البطل دايما معرض لكده. صح. البطل دايما اللي بيحصل بطولات، دايما الفرق المنافسه او يعني بيعملوا لك مشاكل، بيصدروا لك مشاكل، فطبيعي ان انت فرقه ما بيقدرش يفوز عليك في الملعب، فبيحاول يعمل لك عراقيل خارج الملعب وان هي تاثر عليك. ولكن النادي الاهلي بيقدر يتعامل مع كل المشاكل اللي بتواجهه، لو ما كانش بيقدر يتعامل مع المشاكل ومشاكل التحكيم الافريقيه ومشاكل كتيره جدا ومشاكل في 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 البعثات النادي الاهلي. المشاكل اللي بيصدروها لك دي بتسيء للاتحاد الافريقي شخصيا، مش هتفرق معاهم كتير زي ما تفرق مع هم هيعملوا الماتش ده، يصعبوا الماتش ده على النادي الاهلي عشان الفرقه دي تحصل على البطوله، عاوزين يبقى يعني ده اهمهم. ولكن النادي الاهلي ما بيتاثرش بالحاجات دي. في بعض العراقيل اللي بتحصل وبتاثر عليك في بعض النتائج، ولكن مش على طول. ولكن النادي الاهلي بطل وبيقدر يتعامل، حتى الشناوي قالها امبارح والكولر قال النادي الاهلي نادي بطولات، والكابتن محمود الخطيب مجتمع مع لعيبه النادي الاهلي قال لهم ما تبصوش لتحكيم، ما تبصوش لاي حاجه، على اساس ان انت فريق بطل والمفروض بتعدي الحواجز دي عشان توصل لمنصات التتويج. اكيد في ناس كتير بتبص لك بتعرقلك هنا، بيبقى في مسؤول هنا في احد الدوله عاوز يعرقلك عشان فريقه يقدر يفوز، وده بتحصل كتير جدا. ولكن في النهايه
البطل بيتخطى الحواجز دي ويتخطى العقبات دي عشان يوصل لهدفه. أكيد في بعض الحواجز أو العقبات اللي بتصدرها لك بعض أو المسؤولين في الاتحاد الأفريقي بتؤثر بشكل سلبي على عدم حصولك على بطولة زي اللي حصل السنة طبعًا اللي فاتت طبعًا. يعني خلينا نقول ما كانش فيه مبدأ مساواة وعدالة فيما حدث النسخة الماضية، فما نقولش الوداد فاز على النادي الأهلي، لا، لو كانت المباراة ذهاب وعودة وكانت في أجواء عادلة أعتقد النادي الأهلي كان يقدر يفوز بشكل كبير جدا على الوداد. خلينا نقول برضو نتفق ان الوداد من الفرق الكبيره طبعا. يعني الوداد أكيد. فرقه كبيره جدا، فرقه عندها مجموعه من اللعيبه المميزه طبعا. فازت على سان داونز، اعتقد سان داونز اللي كان كله مرشح سان داونز قدر يتغلب على سان داونز ويصعد للنهائي، فدي كلها بتاكد قوه عشان بس الناس اللي انتقدت زي الاستاذ حكيم قال ان ازاي الوداد يحرز فيك هدف، طبيعي عادي وارد جدا ان انت بتلعب في نهائي افريقيا مع فرقه زي ما انت وصلت نهائي بمميزاتك بالاداء بالمستوى بتاعك بالمستوى بتاعك، هم برضو نفس الحكايه وصلوا نهائي ان هم فرقه كويسه وفرقه جيده ووصلت النهائي وتخطت عدد كبير من الانديه منهم سان داونز، فبالتالي الامور مش هتبقى سهله، والمباراه مش هناك برضو، واحنا كنا متاكدين المباراه هنا ما كانش هتبقى سهله برضو، واعتقد المباراه هتبقى صعبه جدا جدا على النادي الاهلي هناك، ولكن زي ما اقول لك كده يا استاذ كريم لعيبه النادي الاهلي وكواليتي النادي الاهلي بطولات النادي الاهلي تاريخ النادي الاهلي افريقيا ان شاء الله باذن الله كل ده في صالح النادي الاهلي ان احنا نقدر نتخطى وان شاء الله نحصل على البطوله 11. طيب هو فاضل دقيقه، انا هستغل الدقيقه مع استاذ عبد الحكيم، مش هقول لك توقعاتك اكيد لان ما بقاش في حد يقدر يتوقع مع الكره الحديثه اللي احنا فيها، ما فيش توقعات نقدر فعلا نقولها، ولكن خليني اخد منك كلمه اخيره ان شاء الله عن سير المباراه النهارده. طب قبل الكلمه ممكن اجاوب على السؤال؟ ماشي طبعا، اتفضل. ربنا يخليك. السؤال اللي حضرتك سالته يا كريم، احنا مشكلتنا ان احنا عايزين نلف حوالين الموضوع، لازم نعترف ان مقر او اداره الكوره في افريقيا بقت مش موجوده عندنا. انت المقر موجود عندك ده حقيقي، لكن مقر خاوي بيجرى فيه القرارات لكن القرارات دلوقتي حضرتك هل تتخيل ان في مقر الكاف في جنوب افريقيا مقر ودي في المغرب، في نيجيريا، في السنغال السنغال نائب رئيس الفيفا من السنغال، في مازيمبي بقى قوه عظمى، الراجل الملك بتاعه بيعرف ياثر، بجانب ان انت الناس اللي عندك اللي هنا بتصدر لك المشاكل داخليا وخارجيا. انت لدرجه امبارح الناس انا كنت بشوف بالصدفه الناس بتكلمك تقول لك ايه، هو الاهلي متاجل له 6 ماتشات، ده اللائحه دي ابتدعت في الاساس للزمالك لما يلعب نهائي الكونفدراليه، فانت بتحاول دلوقتي حتى من داخليا يصدر لك العراقيل، وبره بقت مراكز القوه خلاص، فطبيعي ان انت شايف ان انت برغم كل اللي بيحصل انت بتوصل فاينل 6 مرات في اخر فتره، 16 مره انت موجود في الفاينل، فطبيعي الكلام ده يحصل لك. كنت حضرتك بتقولي ان كلمه انا يعني اتمنى من لعيبه النادي الاهلي يكون في تركيز، يكون عندها ثقه في قدراتها، ان انت تقدر حتى لو الجون اتاخر شويه بس انت تقدر تسجل في اي وقت، ما تحاولش يعني تهتز ودنك مع الجماهير، حاول تركيزك في الملعب بس، ولو عديت اول ربع ساعه من غير ما تستقبل اهداف ان شاء الله باذن الله البطوله هتكون للاهلي. نتمنى ذلك. استاذ رامي، استاذ عبد الحكيم، نورتونا، ويا رب ان شاء الله نبارك لبعض النهارده بعد يا رب ان شاء الله. بنشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا، واكيد كل دعواتنا لا تنقطع ان شاء الله للعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله يفرحونا النهارده ويرجعوا لنا بالنجمه ال11. ان شاء الله نستمتع بهذا اللقاء ونستمتع بنتيجته. بنشكر كل حضراتكم شكرا جزيلا، ويا رب ان شاء الله لما نجيلكم بكره الهواندة تستاهل الحلقه في صباح النصر ان شاء الله. اشوفكم على خير.